الأخوة المواطنون، استكمالا لمسيرة الإصلاح والحداثة، رسمنا في عام 2008 خريطة طريق لمستقبل البلاد تحت رؤية قطر الوطنية 2030، ترمي إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها. تقدم الرؤية إطاراً عاماً لتطوير استراتيجيات وطنية شاملة وخططاً لتنفيذها، مشددة على الموازنة بين الإنجازات التي تحقق النمو الاقتصادي وبين موارد البلاد البشرية والطبيعية. من الطبيعي أن نضع مصلحة قطر والشعب القطري على رأس سلم أولوياتنا، وهذا يشمل الإنسان والمجتمع والاقتصاد والسياسة والهوية الثقافية. وفي الوقت ذاته لا ننسى أنه لا هوية من دون انتماء لحلقات أوسع، فنحن جزء من منطقة الخليج العربي وجزء من العالم العربي والعالم الإسلامي، ونحن أيضا جزء من الإنسانية والمجتمع الدولي. نحن في قطر كمصدرين للنفط والغاز نعمل على تأمين استمرارية إمداداتنا منهما وعلى التعاون مع أعضاء منظمات الطاقة التي ننتمي إليها من أجل تحقيق هذا الهدف. طبعا قطر كدولة فتية قبل ظهور النفط اقتصاد البلد كان يتركز على حياة البحرية، فكانوا بيطلعون يعني 3 شهور اللي هو في الصيف عشان صيد اللؤلؤ، وطبعا فترة الشتاء بيكونون في البلد. لين حد 1935 بدأت الاكتشاف أو التنقيب عن النفط في منطقة دخان. في 4/7/1974 مرسوم الأمير رقم 10 أممت جميع عمليات النفط والغاز، آلت إلى الحكومة وأصبحت قطر للبترول. فطبعاً هذه كانت نقلة كبيرة ونوعية بكل المعايير لدولة قطر. طبعاً انضميت إلى قطر للبترول في عام 1973. كنت يعني كطالب في الثانوية، وطبعا كان إعلان في الجريدة، كان في سنة 1973 بيكون الراتب 950 ريال، وذيك الفترة 950 هذه كأنها 9000 وأكثر. كان في طلب على أساس مشغلين لمصانع تسييل غاز طبيعي، فانضميت وقدمت اختبار. اللغة طبعا اللغة الإنجليزية ذاك الوقت كانت تعبانة. قطر بترول مشكورة طبعا قامت بعمل برامج تدريبية، برامج تطويرية لتطوير الشباب القطري على انضمام إلى الحقول هذه. بدأنا في الدخان، تدربنا في الدوحة، تدربنا في سعيد، وفي 1974 تم انتقلنا إلى حقل دخان للعمل في الغاز. احنا كنا مجموعة تقريبا طلبة جمعونا يمكن فوق 20 أو 25 متدرب. أول يوم داومت فكان حظي أن أكون في الشفت. المسؤول اللي في الدوحة قال لي خلاص من بكرة داوم أنت في دخان. رحت دخان فصادف أن هذا اليوم كان يوم السبت، والإجازة الأسبوعية كانت تكون الخميس والجمعة. رحت إلى دخان، وأول ما وصلت هناك أعطوني عدة يعني العمل، اللباس والخوذة وكل شيء، وبعدين قال لي المسؤول روح البيت بعد يومين تعال عشان أنت عملك يبدأ بعد يومين، لك إجازة يومين. رجعت البيت فالوالد شافني الظهر لما رجع هو من عمله، قال لي أنت ما رحت الشغل؟ قلت والله رحت بس أعطوني يومين إجازة. فقال لي أنت يعني تضحك علي، شلون يعطونك يومين إجازة وأنت بادي اليوم؟ حاولت أشرح لأنه في شفت صباح وشفت ليل وشفت ذي، وحظي أن الشفت اللي كنت فيه شفت رقم 2 كان هو إجازته تبدأ من السبت والأحد ويدامون له يوم الاثنين. فهذه يعني خذت مني وقت أن أقنع الوالد. ولما رحت يوم الاثنين وداومت وقعدت أسبوع، فحاول يتصل فيني، ما في اتصالات قليلة يعني ما كانت تليفونات. فوصل إلى المكتب اللي أنا أو المصنع اللي أنا فيه، قال لي وينك أنت ما شفنا؟
قلت والله أنا شفت بادي وبعد أسبوع إن شاء الله بجي. قال اسمح لي يا ولدي، فأنا أحسبك يعني أنت تهربت من العمل وما تبي تشتغل، فهي حادثة أذكرها. لما بدأ ستارتنج طبعاً يدفعون الغاز على المحطة، كان عندنا اللي هو البول نوكاوت بسل زي الكرة ومحطوط على الفلنجات ما شاء الله بلوط بدل واحد اثنين، وكل بلطة أكبر من إيدي. فشوي ولا بدل ليك، فكنت أنا واقف يعني أشوف إيش اللي قاعد يصير. فجأة طلع عليك، كان المهندس عندي تبع الانسترمنت قاعد يشيك على صوب البسل، كان ممر ضيق، فشوفه يعني الحبيب تاه من شبه الانقاذ له مرة واحدة، وأشوفه يعني الرجال المتخبط. فقلت الحين هنا أتخلى أشيله ولا ما أشيله، كنت متردد يعني في هالسالفة. وأخيرا ما أدري كيف حصل المنفذ وطلع مرة زي الصاروخ وضرب في الشبك، ضرب في الشبك وهو يمشي، فأنا كنت مستني فأمسكه ويلا وعليه جري. فصرت أنا اللي يعني أمتن منه، وذي صرت أتسابق معاه في الجري يعني. والله شوف احنا اول ما اشتغلنا في دخان في بدايه ال 74 يعني، اذكر حتى انا والاخ ابو بكر كنا ساكنين في غرفتين في دخان، فما كان في مكيفات في الغرف. وطبعا يعني هالشيء صعب انك تروح وتنام في منطقه نائيه وما فيها مكيف، وهذا لحقنا عليه. وكنا نشتغل تقريبا في الليل في مصنع تجريد الغاز الطبيعي. هذا المصنع لعده الساعه في الساعه 7 تقريبا، الساعه 8 في الليل يبند، كان في مرحله الانشاءات، فالمقاول المسؤول كان يسكر الجنريتر. الليله من الليالي كان برد يعني غير محتمل، فتعرف في منطقه بترول ما تقدر لا تستخدم الدفايه ولا تقدر تشب نار ولا شيء. فكنا انا وبكر شو نسوي يعني، الحمد لله رب العالمين كان في خط زيت جاي من البير رايح على المحطة. زميلي قال لي أخي ليش ما يكون هذا البيب الكرود أويل اللي مار، البيب يكون صاخن، يوم قربنا منه لا والله دافي. فجبنا كرتونة حطيناها تحت الخط والتمينا عليه أنا وهو يعني، حطينا الأوفركوت بيننا، لمينا على الخط الغاز خط الزيت لأنه حار، لأن الصباح موت برد علينا، الحياة كانت غاصية صعبة من جميع النواحي. كيف انت عايش؟ لكن الحمد لله رب العالمين، اذا انت تفكر في المستقبل وتفكر قطر ايش تبي تكون، هاي كلها تسهل عليك الحمد لله رب العالمين. انا اذكر يوم كنا في الاعداديه كانوا يقولون ان حقل دخان، نتكلم عن 1972، كانوا يتكلمون ان حقل دخان خلال 20 سنه راح ينضب، لكن الحمد لله رب العالمين يعني يتكلمون عن 1992، احنا الحمد لله الحين في 2014 وحقل دخان والحمد لله رب العالمين ماشي على سرد، ان في ناس تراقب الانتاج، تعدل، تضبط، تعمل كنترول على كل طريقه او كل عمليه في عمليات الاستكشاف وانتاج النفط والغاز. والحمد لله المشاريع يوم عن يوم قاعده تزيد، والانتاج مثلا يوم عن يوم بيزيد، والحقول توسع والحمد لله. قطر البترول احنا لو نقول الماضي كان الانتاج بسيط، ولكن الان حوالي اكثر من 41 شركه موجوده داخل الدوله وفي الخارج طبعا بالشراكه، اعتقد توصل الى 77 مؤسسه يعني تخدم مجال الطاقه والصناعه، وهذه كلها تحت مظله قطر البترول، وهذا فخر لنا احنا. أحب أعطي رأي حق الشباب اللي ينضموا لقطر البترول، استفيدوا من قطر البترول بقدر الإمكان من ناحية أنك تطور نفسك لنفسك. قطر البترول هي يعني مدرسة بكل المعاني، مدرسة اللي تعلمنا فيها كيفية التعامل مع الوقت،
واحترام الوقت، احترام الرأي الآخر. أنت لما تتسلق درج تتعب تتعب لين توصل القمة، لو وصلت القمة ارتحت فيها. فذلك الإنسان لازم يحس أنه في مثل إنجليزي يقول لك success is a ladder not escalator. يعني escalator درج كهربائي تحط رجلك عليه يوديك، لازم تمشي مثل الدرج خطوة خطوة وتتعب فيها، لكن في نهاية الأمر راح توصل إلى مبتغاك إن شاء الله تخدم بلدك. احتفالنا بمرور 40 سنة، أنا أعتبر قطر البترول مش بيتي الثاني، بيتي الأول. لو تسألني اليوم 41 سنة هل هي مرت؟ أنا أتخيلها 41 شهر وليس 41 سنة، وهذا أكبر دليل أن الحمد لله يعني الواحد سعيد حتى يعني بعد مرور 41 سنة أنه ينتمي إلى هذه المؤسسة العريقة. هذا البترول شريان الحياة، من تلت شريان الحياة حق يعني خصوصا الحمد لله يعني 41 سنة وإحنا الحمد لله يعني في خير ونعمة سنة عن سنة الحمد لله في تطور. الإنسان يعني في هالدقائق ما يقدر يعطي لمؤسسة عشت معها 40 سنة، يعني فهذا شيء صعب أني أنا أشرح أو أعبر عن شعوري اليوم وأنا واقف في هالمقابلة.